ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم على التوقعات الكامله والتفصيليه لاصحابي اصحاب برج السرطان. برج السرطان عندكم الشهر ده تقلبات، يعني حاجات ايجابيه جدا جدا جدا، وحاجات ممكن تكون شويه متعبة بالنسبة لنا. طبعا الحاجات المتعبة دي من تأثير الفترة السابقة، لكن الوضع هيبقى ايجابي معانا من النص التاني، هيخلينا ان احنا نكون الفترة اللي بعد كده لأ، بقى الدنيا عندنا بقت تتغير، او نظام التفكير بتاعنا بدأ يتغير، او اعتقادنا في الاشخاص اللي قدامنا بدأ يتغير. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا في الاول نتكلم على الوضع العملي لاصحاب برج السرطان. برج السرطان من الناحيه العمليه الوضع عندكم في تحسن تام. من الناحيه الناس اللي بيشتغلوا في وظيفه او بيشتغلوا في مكان، عندكم في تحسن، في ترقيات، في فرصه لتغيير مكان العمل، لدرجه ان ممكن يحصل ان انتوا تقدموا استقالتكم من مكان عشان تروحوا مكان تاني افضل. يعني مش عايزه ان اي حد منكم يزعل حتى لو قدم استقالته في مكان ويحس ان هو الدنيا كده وقفت، لا بالعكس، انتوا رايحين مكان افضل ومكان احسن ماديا واحسن معنويا واحسن من حب الناس، وان الناس مش هتبقى بصلكم قوي. بس نصيحة في بداية الموضوع كده، لما تروحوا مكان جديد في نطاق العمل او حتى ترقية لمكان جديد او اللي بيعمل مشروع خاص، بنصحكم ان احنا ما نحكيش حاجة لحد، يعني ما نخليش اسرارنا قدام حد، سواء كان انت تحكي لصديقتك او انت تحكي لصديقك، ما بلاش ان احنا نتكلم مع اصدقائنا في اي حاجات شخصية، لان اصحاب برج السرطان مشكلتهم ان هم عاطفيين جدا جدا، فلما بيتكلموا بعشم وبعاطفة، فممكن يخرجوا كل حاجة جواهم عشان ان هم يحسوا ان هم بقوا احسن او ان هم فضفضوا. الفضفضة دي كتير قوي قوي بتيجي على دماغ اصحاب برج السرطان، اعذروني ان انا بقول كده، بس عشان بس لازم نقول ده، يعني لازم ان احنا نوضح النقطة دي. فمن ناحية العملية الوضع هيبقى فيه تغيرات ايجابية جدا جدا، في فرص كمان من الناحية العملية، هنلاقي ناس بتدعمنا جدا، ناس واقفة معانا جدا، ناس بتحاول ان هي تخلينا في العمل بشكل سمعة حلوة، يعني بتتكلم في حقنا كلام حلو قوي. فمن ناحية العملية الوضع في احسن حال. من ناحية المادية الوضع برضو عندنا في اعلى او ترقي. كمان اصحاب برج السرطان عندكم في مشكلة قضائية، انتوا مشكلة قضائية بتمروا فيها بقالكم كتير قوي، او كمان مشكلة في تقسيم الميراث، لكن هو ما دخلش في مشكلة قضائية، لكن ده غير ده، مشكلة قضائية او مشكلة في الميراث. يعني الوضع هيبدأ ان هو في اخذ الحق الفترة بتاعة شهر اكتوبر، هيكون عندكم الوضع ان انتوا هتاخدوا حقكم من ناحية الموضوع ده، يعني اللي ليه ميراث هيبدأ ان هو ياخده، اللي ليه مشكلة قضائية هيبدأ ان هو ينتصر فيها. فالوضع افضل بكتير واحسن بكتير. هيبدأ كمان الوضع ده يحصل بتدريج، بشكل تدريجي، من بداية شهر اكتوبر للنص التاني من شهر اكتوبر. كمان عايز اقول ان اي قرارات تخص العاطفة اكثرهم، يعني اي قرار يخص العاطفة او مشكلة اجتماعية عند اصحاب برج السرطان، ياريت ان احنا ما ناخدش فيها اي قرار الفترة بتاعت النص الاول من شهر اكتوبر، لان عندنا برضو الوضع شوية فيه شقلبة وتقلبات مخلينا ان احنا نكون قراراتنا تكون او عاطفتنا تكون متسرعة في قراراتنا. كتير قوي في خلافات ما بين اصحاب برج السرطان ومثلا الابراج النارية، يعني في كتير معاهم خلافات، ومعاهم كمان بعض من الابراج الهوائيه في مشاكل. يعني يستحسن ان احنا ما نكونش متسرعين يا اصحاب برج السرطان في اي قرار، سواء انفصال او مشكله او ان احنا نزعق على اي حاجه من غير ما نفهمها. فعلينا ان والغيره كمان، يعني الغيره في موضوع العاطفه، احنا كده دخلنا اتكلمنا في العاطفه على فكره. فأي حاجة خاصة بالغيرة، ما بلاش ان احنا نكون متسرعين في اي قرار احنا ممكن ناخده، لان ده ممكن يشقلب الدنيا خالص، وخصوصا في النص الاول من شهر اكتوبر. الوضع بعد كده يبدأ معانا يتغير في موضوع العاطفة، هنكون عندنا قدرة للفهم اكتر، او ان احنا نكون عندنا وعي بالشخصية اللي قدامنا اكتر، حتى لو شخصية ممكن نكون عارفينها بقالها سنين كتير. يعني طبعا قبل ما اكمل، عايزه لايك كتير وشير كتير، انا بحاول ان انا اخلي الطريقه اهدى، يعني مش سريعه، عشان في ناس بتشتكي ان انا بتكلم بطريقه سريعه، فبحاول ان انا اتكلم بطريقه هاديه. عامه نكمل الموضوع. بالنسبه لبرج السرطان اللي عندهم خلافات ومشاكل في العلاقه العاطفيه مع حد، ما نكونش متسرعين ولا ناخد قرارات قويه. اما بعد كده الناس اللي هم مرتبطين في حب ما بينهم او سعادة، الوضع هيكون مستقر، لكن برضو ما نكونش متسرعين في قراراتنا او نستخدم الغيرة او الحاجات اللي زي كده، خلينا مستقرين زي ما احنا يعني. المهم ان احنا نكون
عندنا تفاهم اكتر، عندنا صبر شويه على الشريك، لان الوضع عندنا في العاطفه شويه في تقلبات. اما بقى بالنسبه للناس اللي عندها مشاكل واصله لحد الانفصال، هما ما عندهمش انفصال اصحاب برج السرطان، يعني برج السرطان ما عندهمش انفصال بقدر كبير او بنسبه كبيره الفتره دي، لكن عندهم تهديدات بالانفصال، مهددين بالانفصال، زي مثلا اللي هو انا هسيبك، انا اتخنقت، او انا هسيبك، انا مش عارف ايه. فهي تهديد بس بالانفصال، لكن هو مش انفصال تام، يعني هيرجع الوضع ان هو يتحسن، وبدايه ان هو يتحسن من النص الثاني من شهر اكتوبر، او من بدايه يوم 10 او يوم 11 هيبدا الوضع معانا يتغير، فيتغير للافضل والاحسن، يعني يحصل فيه تفاهم اكتر او حب كمان. اما بقى من ناحيه الناس اللي هم في عندهم رجوع ولا لا، برج السرطان عندكم نسبه رجوع، وانتوا كمان اللي عايزين ترجعوا لحد، يعني انتوا دايما بتفكروا في الماضي، بتفكروا في شخصيه عايزين ترجعوا لها بشكل كبير جدا. وكمان عندكم اسمها ايه اللي هو حنين، يعني عندكم حنين واشتياق قوي قوي لحب من فتره، او حب يعني العلاقه انتهت، فانتوا عايزين ترجعوا، وبتحاولوا ان انتوا ترجعوا، وبتحاولوا ان انتوا تغيروا كتير قوي من صفاتكم، من الشكل، من المظهر، وبتحاولوا تظهروا كمان قدام الحبيب اللي انتوا لسه بتحبوه لحد دلوقتي على الرغم ان العلاقه انتهت، فعايزين ترجعوا. عندكم فرصة للرجوع، الأبراج اللي هي هيحصل فيها رجوع مع أصحاب برج السرطان، برج العقرب من الأبراج المائية، برج الحوت لكن بنسبة قليلة، برج السرطان مع السرطان عندكم نسبة رجوع مع بعض حلوة قوي، يعني العقرب والسرطان هما من أقوى النسب في الأبراج المائية. أما من الأبراج النارية برج الحمل عندكم نسبة رجوع هائلة جدا جدا، الأسد والقوس شوية في بعض الخلافات، لكن القوس ممكن يحصل رجوع. من الابراج الترابيه، من الابراج الترابيه هيكون مع برج السرطان برج الجاديه، برج الجاديه هيكون في نسبه رجوع حلوه مع برج السرطان. اما برج الثور والعذراء برضو هيبقى مش الوضع مش قوي، يعني ممكن العذراء شويه، لكن اكثرهم الجدي طبعا. من الابراج الهوائيه برج الدلو، برج الدلو هيحصل تحسين في العلاقه كبير جدا جدا مع برج السرطان، يعني نقدر نقول ان احسنهم العقرب من الابراج المائيه، الجدي من الابراج الترابيه، الابراج الهوائيه برج الدلو، من الابراج الناريه برج الحمل، اكثرهم هي الابراج دي اللي هيحصل فيها رجوع بنسبه كبيره، يعني الفتره اللي جايه او شهر اكتوبر الرجوع هيبدا ان هو يحصل، او الحاجات بقى الايجابيه كلها، يعني ممكن يكون التقلبات كلها متجمعه في شهر في النص الاول من شهر اكتوبر او الاسبوع الاول، لكن بعد كده يبدا الوضع ان هو يتغير بشكل تدريجي على اخر شهر اكتوبر، الوضع يتحسن معانا ويفرق حاجات كتير جدا. كمان في مفاجآت ساره حلوه قوي قوي لاصحاب برج السرطان، زي خبر او امنيه انتوا عايزين ان هو يحصل، او امنيه انتوا نفسكم فيها بقالكم فتره كبيره جدا، هيبدا ان هي تحصل، هتبدا ان انتوا تسمعوا اخبار حلوه تخص حد من اهلكم، تخصكم انتوا، عندكم فرصه للزواج هايله جدا او الارتباط الفتره اللي جايه كمان، عندكم مفاجآت حلوه، عندكم حاجه هتشتروها جديد، بتفكروا ان انتوا تشتروا بيت جديد او تعملوا حاجه جديده، فعندكم هتعملوا، يعني عندكم فرصه كبيره قوي ان انتوا تعملوا ده، عندكم طاقه ايجابيه مخلياكم ان انتوا تتحملوا التقلبات وتتحملوا الحاجات، يعني تدخلوا على الحاجات الايجابيه على طول. كمان انتوا بتغيروا من نفسكم للحاجه الايجابيه، يعني مهتمين جدا جدا بحالكم يا اصحاب برج السرطان الفتره دي، وده شيء رائع جدا، ده بيشحنكم بالطاقه الايجابيه وبيجدد ثقتكم في نفسكم، فده شيء رائع جدا ومميز ويعتبر حاجه حلوه في شهر اكتوبر ليكم. عندكم دعم من ناس كتير، عندكم دعم من اهل، عندكم دعم من العمل، الحاجات اللي هي فيها فلوس، فعندكم حاجات حلوه قوي قوي رائعه، على الرغم ان في بعض التقلبات او الحاجات اللي ممكن نقول شويه متعبه، لكن الوضع هيكون افضل بكتير عن الفتره اللي فاتت يا اصحاب برج السرطان. اما من الناحيه الاجتماعيه الوضع هيكون شويه في يعني هتتعرفوا على اشخاص، او انتوا عارفين اشخاص، الاشخاص دي عايزين يكونوا طرف ثالث في حياتكم العاطفيه، في حياتكم الاسريه، عايزين يوقعوا ما بينكم وما بين حياتكم، عايزين يفرحوا فيكم، يشمتوا فيكم، وانتوا عارفين الناس دي على فكره. الناس دي ناس انتوا عارفينها اكترهم، يعني الاكتر الناس انتوا عارفينهم وعارفين ان هم من عائلتكم وقريبين منكم جدا. كمان انتوا عاملين خلافات مع ناس قريبين منكم، الناس اللي انتوا مش عارفين تحددوا مين اللي قريب ومين اللي وحش ومين اللي كويس، انتوا بالنسبه لكم من كتر ما انتوا شفتوا ناس مش كويسين معاكم، فبالتالي انتوا اجمعتوا الناس كلها ان هم مش كويسين، وده غلط جدا وبيخسركم كتير يا اصحاب برج السرطان. علينا ان احنا نفرق كويس جدا ما بين حد واقف معانا وحد
كان بيشجعنا او حد بيدعمنا او حد كان كويس معانا بيتمنى لنا الخير من شخص تاني مش بيتمنى لنا الخير، وواضح جدا يعني واضح ان احنا نفرق ده. عايزين ما نزعلش بعد كده ان احنا خسرنا شخص ممكن يكون الشخص ده كان مميز جدا والشخص ده ناس بتشكر فيه، لكن انت بعدت عنه يا اصحاب برج السرطان لسبب ان انتوا ممكن يكون سبب غيرة شوية، ان انتوا غيرتوا منهم شوية، او حسيتوا ان هم بيتحكموا او في حاجة انتوا حسيتوا فيهم شوية بعدتكم شوية عنهم، ان انتوا ممكن وصلت الغيرة او الغيرة عليهم، مش الغيرة منهم، الغيرة عليهم، او ان هم ممكن تحسوا ان هم واخدين حاجة منكم والحاجة دي يمكن غالية عليكم قوي قوي، فعشان انتوا بتحبوها فانتوا برضو غيرتوا عليهم، مش راكبة شوية بس اتمنى ان انتوا تكونوا فاهمينها، ان انتوا اشخاص هم بالنسبة لكم مميزين وانتوا يمكن بتحبوهم، فما تخلوش ان حد ممكن يوقع ما بينكم او يوقع في الكلام، يقولوا لكم كلام عليهم مش كويس وانتوا تصدقوا او حاجات زي كده عشان ما تخسرهمش. وعليكم ان انتوا تحرصوا من ناس تانية واضحين جدا جدا ان هم بيتمنوا لكم الشر، بيوقعوا ما بينكم في مشاكل عاطفية في مشاكل اسرية، عايزينكم يكونوا مش كويسين، بيتريقوا عليكم وبيتنمروا عليكم، فعلينا ان احنا نبعد تماما عن الاشخاص دي عشان ما يدوناش طاقه سلبيه وعشان ما يتدخلوش في حياتنا، ونبعد عن الحسد لان انتم محسودين جدا جدا منهم. واللي ما بيتمنى لك الشر يا اصحاب برج السرطان اعرف ان هم بيحسدوك بطريقه كبيره جدا جدا ومتطلعين على حياتك بطريقه رخمه بجد. اصحاب برج السرطان انتوا بتيجوا بالنظره يعني بتتحسدوا بالنظره يعني، فنخلي بالنا كويس جدا. من ناحية الصحة انتوا محسودين وده مأثر على صحتكم بشكل كبير جدا. من ناحية الصحة عندكم تعب في العظم، تعب في الفقرات، تعب في الرقبة، تعب في صداع، حاسين ان انتوا تعبانين، كل ديت بتبقى اعراض حسد، غير ان انتوا عندكم مشاكل خاصة بتعب معين انتوا كنتوا بتعانوا منه، بتحاولوا ان انتوا تزبطوا حياتكم او حالكم من ناحية العلاج، ده رائع جدا، استمروا جدا ان انتوا تتابعوا، ما تخلوش اي مشاكل اجتماعية او مشاكل النفسية تأثر عليكم بطريقة سلبية. عندكم شهر رائع جدا استمتعوا بيه، خلينا نركز على الحاجة الإيجابية ونبعد عن الحاجة السلبية. الشهر في بدايته ممكن يكون في بعض التقلبات، لكن على النص الثاني ونهاية الشهر هيكون رائع جدا، هيكون في مفاجآت حقيقية رائعة لينا. استمتعوا، أنا عايزاكم تستمتعوا، عايزاكم تخرجوا من حالة اللي هو الزعل والحزن شوية يا أصحاب برج السرطان، وياريت ننسى الماضي، ياريت ده بالنسبه للناس اللي لان كتير بيفكر في الماضي من اصحاب برج السرطان، فياريت ان احنا ننسى الماضي ونخلينا في المستقبل حتى مش في الحاضر، نفكر في المستقبل ده يكون اروع بكتير. طبعا بشكركم جدا وبعتذر لاني عارفه ان انا طولت عليكم، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، بعشقكم يا اصحاب برج السرطان، سلام.